واحد الفوضى عارمة يعني شاملة. ما فهمناش هادنا احنا المسؤولين هادو شنو الدور ديالهم في هاد البلاد هادي. الوقفة هادي درنا على حساب هاد المينيبيسات اللي ما تيحترموش المحطات وداروا الشوهة بمعنى الكلمة بمدينة قنيطرة. وحنا درنا ان شاء الله هاد الوقفة هادي احتجاجية كإعلان للسلطات الرسمية باش تقوم بهاد المهمة ديالها من اجل الحد من هاد الميوعه. ولكن لسوء الحظ ان السلطات قامت بمنع هاد الوقفه هذه وما كان ما عرفناش شنو هو السبب ما فهمنا والو. وكنوجهوا عاوتاني النداء وهاد المجلس البلدي اللي حتى هو قايم بهاد عنده حتى هو داخل بهاد المهمه هذه لانه هو اللي خلى لنا هاد التدبير المفوض جالس تيشوفوا في المدينه. وما كرهناش ان شاء الله باش يجيبوا لنا الطبيسات ويحترموا المحطات وتولي عاوتاني مدينه قنيطره مدينه حضاريه ماشي مدينه بي حضاريه. تحيه نضاليه لجميع السائقي سيارات الاجره الصف الثاني بالقنيطره. كنحيي الاخوان اللي جاوا ساندوا الاخوان ديالهم في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت وقفه سلميه. السائق بغى يعبر على انه تظلموا عليه هاد الناس، تظلمت عليه الجهه المسؤوله على النقل الحضري داخل مدينه القنيطره، بحيث شفنا واحد اكتساح ديال النقل السري العلاني امام اعين الجميع، وكذلك الخروقات اللي كيقوم بها هذا النقل البديل التابع للمجلس البلدي، هاد المينيبيسات اللي كيخدموا بواحد الطريقه عشوائيه بواحد الطريقه فوضويه. بكل صراحه السائقين ديال سيارات الاجره ما بقاوش يديو معاهم والو، زعما كنعيشوا واحد الحاله يرتلها ديال النقل الحضري بمدينه القنيطره. اليوم الوقفه تم المنع ديالها من طرف سعاده الباشا، والوقفه كانت دايره على ود تنظيم النقل الحضري بجميع اصنافه. وتنتفاجئوا هذا الثالث منع ديال وقفه احتجاجيه اللي تتم على سياره الاجره الصغيره. للاسف الشديد تنحمل المسؤوليه ديالنا، الباشا خاصو يتحمل المسؤوليه ديالو كمواطن اولا قبل من رجل السلطه، بان سكان مدينه القنيطره مضرورين من القضيه ديال النقل. ثاني حاجه التسعيره زايده على المواطن ديالنا، وحنا كسائقين مهنيين حاملين رخصه الثقه تنشوفوهم تشردوا ما خدامينش، والناس اللي ما عندهمش بيرميات هما اللي خدامين. هاد الوقفه اللي درنا واحد الفوضى كارثيه ولات في القنيطره، ما كاين لا طوبيس لا والو. كنا كننتظروا من القنطره تصاوب هي تفتحت القنطره، ودوك الوعود الكاذبه ديال المجلس ما كاين منها والو. وراه عيب وعار على هاد القنيطره هادي، ولات بحال الباديه، ما كاينش شي مسؤول اللي هو رد البال لهاد البلاد هادي. ما عرفناش فين غادا، وتنطلب من المسؤولين ديال هاد البلاد من العامل ولي الامن وباشا ومجلس البلدي ينوضوا يتحركوا كما قال سيدنا في الخطابات ديالو. هادشي هذا راه هو غير لائق بهاد المدينه هادي وعاصمه الغرب. المينيبيس ولا بحال الخطافه، فين ما شير له المواطن تيوقف وعرقله السير، ودخلوا على اساس يفكوا مشاكل الطوبيس، ولاو تيوقفوا من غير المحطات ديال الطوبيس، فيما شير له المواطن تيوقف، فيما بغى ينزل المواطن تينزل، وكل شيء تيشوفوه المسؤولين، كل شيء هذا الشيء تيشوفوه المسؤولين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.